السلام عليكم، انا اسراء من مدينه الدار البيضاء، في العمر ديالي 23 سنه. اليوم غنتكلم لكم على الهوايه ديالي اللي هي ركوب الخيل. بديت ركوب الخيل هذه عام ونص. اول مره كانت غير بالصدفه، كنت دايزه وشفت العود وعجبني وركبت فوق منه، من تما وانا كنركب حتى لدابا. كاين بزاف انواع الخيل، هذا من داك النوع اللي كيجري مزيان، وكاين النوع اللي ما كيجريش بزاف، مخصص غير الخروج هكا، وكاين نوع اللي مخصص للتبوريضه على حسب. التبوريضه عمرني ما درتها قبل، ولكن نقدر نركب في العود ديال التبوريضه، غير ما كنعرفش غير هذيك مكحله هي اللي صعيبه شويه في الطريقه ديالها. كلشي كيبقى يشوف فيا وكيستغربوا ان منقبه راكبه في العود، وهذه حاجه عاديه لانه النقاب ما كيمنعش من اني نركب الخيل او نمارس حتى شي اي هوايه اخرى كنبغيها عادي. نقاب لبستو هذه مده، جاتني فكره انني كنت كان كيعجبني، مشيت شريته ومن ثم بقيت لابسه. مشيت شريته وعند مول المحل لبستو عجبني ورجعت بيه للدار. اي بنت كتبغي شي هوايه هي تقدر تمارسها كيف ما كانت وكيف ما كان نوع اللبس اللي كتلبس، سواء حجاب بشعرها بالنقاب، اي حاجه انت قادره ديريها. صراحه احنا في مجتمع اللي ما كيرحمش لا المنقبه لا المحجبه لا المتبرجه، الا شافوا بنت متبرجه كيبقاو يقولوا هذه ما مزياناش هكا، والا شافوها بالحجاب ديالها يبقاو يقولوا هذه لابسه الحجاب غير باش تخبع وشعرها حرش، والا شافوها لابسه النقاب هذه لابسه غير نفاق وكتبقى تخبع. المهم الاعمال بنيات ربي اللي عالم نيات كل واحد. كاين واحد المعلومه، انك لا مارستي ركوب الخيل كانك مارستي جميع انواع الرياضات، السباحه كره القدم الجري اي حاجه كتسمى مارستيها بمجرد انك ركبتي فوق العود. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كيقول ان الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. اي حد عنده الخير الخيل وهتم بها وكلها وطعمها كيكون مكتوب له الاجر وعنده حتى الرزق في المال ديالو. والخيل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام استخدمت في مواجهه الاعداء اعداء الدين، وحتى شي حد ما قام بالمهمه ديال الخيل انها استخدمت في الجهاد في سبيل الله. كنبغي نشكر جمهور انفاس وكنشكر جميع الناس اللي متابعيني في الانستغرام اللي شجعوني وصحباتي اللي شجعوني وخلوني نثق في الهوايه اللي كنبغيها ونمارسها وانا مرتاحه، سواء بالنقاب ولا بلا النقاب انا مرتاحه الحمد لله.